أنا تمنيت زمان أفرح وملقيت ليش في يوم مطرح، جمعت أصحاب على أحباب ودلوقتي بقيت بطرح، رجعت دروسي من الماضي لقيتني تعبت عالفاضي، ودايما عقلي مش راضي عن الحاجة اللي بعملها. أسوأ حالة نفسية وصلت لها، أنا حكاية مفيش آخر بتفاصيلها، ومن تعبي بقيت عايش في دوامة، لا كاره عشتي ولا تفاصيلها، ومن تعبي بقيت عايش في دوامة، لا كاره عشتي ولا حابب أكملها. وكله في لحظة بيعدي، أقول هرتاح ولا برتاح، كأني الهم على قدي، وإمتى الدنيا تصفى لي تطيب خاطري تحلى لي، أديني كتير على حالي باخد مع دمعتي وبدي، سنين بتجيب وبتودي وكله في لحظة بيعدي، أقول هرتاح ولا برتاح، كأني الهم على قدي، وإنت الدنيا تصفى لي تطيب خاطري تحلى لي، أديني كتير على حالي باخد مع دمعتي وبدي. أسوأ حالة نفسية وصلت لها، أنا حكاية مفيش آخر بتفاصيلها، ومن تعبي بقيت عايش في دوامة، لا كاره عشتي ولا حابب أكملها. أسوأ حالة نفسية وصلت لها، أنا حكاية مفيش آخر بتفاصيلها.